أنا بكم مشاهدينا الكرام نذكر بدءاً بهذا الخبر العاجل الظاهر في أسفل الشاشة الآن. مجلس النواب في العراق يفشل أو يخفق في تسمية رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين. إذن مشاهدينا الكرام بخصوص جلسة البرلمان في العراق لتسمية رئيس الجمهورية وما يدور حول هذه التسمية من صراعات معنا، ونرحب أولاً بالاستوديو بالسيد الباحث والمحلل السياسي السيد حسين السبعاوي. مرحبا بك يا استاذ حسين. اهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. وسيكون معنا ايضا من كوبنهاغن بعد قليل عبد الله السلمان الكاتب والباحث السياسي، وايضا هاتفيا من اسطنبول ايضا سيكون معنا بعد قليل السيد بهاء خليل الكاتب والباحث السياسي. اذا الان مجلس النواب كما في هذا الخبر قد اجل لعدم اكتمال النصاب. كيف تقرا ما يحصل الان في مجلس النواب ببغداد؟ يعني هو هناك ما يطلق عليه الانسداد السياسي في العراق. انا اعتقد الانسداد السياسي هو بدا في عام 2003 وليس في 2021. نحن نعيش حالة احتضار سياسي، هذا هو المصطلح الأصح الذي يصلح لما يجري الآن. تحول الإطار التنسيقي طبعا من أغلبية إلى ثلث المعطل، يحتاج لانتخاب رئيس جمهورية ثلثي مجلس النواب العدد من العدد الكلي، وهذا يصعب على التحالف الثلاثي أن يجمعهم. استطاع أن يجمع 200 تقريبا واثنين نائب، وهو يحتاج إلى 220، فبالتالي لا يستطيع أن ينتخب رئيس الجمهورية في هذه الجلسة. يحق لرئيس مجلس النواب أن يؤجل الجلسة لمدة نصف ساعة، وفي حال عدم اكتمال النصاب يضطر إلى تأجيل الجلسة إلى شعار آخر ليس أن تكون ضمن هذه الجلسة، فبالتالي لابد أن تتأجل الجلسة إلى أشعار آخر، وأعتقد هذا سوف يستمر. لكن ما يهم علينا أن ندرك أنه هذا الصراع اللي موجود، الصراع السياسي اللي موجود، ما هو إلا صراع حزبي وليس صراع ما بين مشاريع سياسية يعني تسعى لمصلحة الشعب العراقي أو للمواطن العراقي. هناك صراع واحتقان سياسي داخل الكتل السياسية من أجل الوصول إلى الدولة العراقية والمال العراقي العام. يعني تلاحظ لماذا الإطار التنسيقي يعطل الجلسة؟ يعني يريد مشاركة في الحكومة ولا يريد أن يكون جزء من معارضة برلمانية ترشد الحكومة في أدائها. والإطار والتيار لماذا لا يقبل بوجود مثل هؤلاء؟ لأنه لديه عليهم ملفات وهناك خلافات سياسية فيما بينهم في التاريخ الماضي الذي مضى عليه 19 عام. فإذا هذا الصراع هو صراع حزبي. الصراع الحزبي لا يعد من الصراعات السياسية بين كتلتين سياسيتين، واحدة تسعى أن تكون أغلبية والأخرى أقلية تمارس دور المعارضة. هذا شيء مغيب في العراق. فحقيقة ما يجري في العراق هو عملية احتضار سياسي. يعني هذه التسمية ربما خطيرة، احتضار سياسي، هذا الواقع. ماذا بعد هذا الاحتضار؟ الاحتضار يعني السياسي إما الموت والتغيير ولا بد من هذا. لأنه إذا ما أغلقت الأبواب جميعها لا يمكن أن دولة تتوقف. هناك عامل خارجي هو من جاء بهذه العملية السياسية، هذا ما يجب أن يدركه الجميع، ساسة ومواطنين وباحثين محليين. هناك عامل خارجي، العامل الخارجي هو من يحسم، ترك العامل الخارجي هذا الصراع إلى أن يصل إلى ما يصل إليه، ومن ثم يأتي تغييرا بإرادة أيضا شعبية. هناك إرادة شعبية للتغيير، لكن لم يكن لديها دعما دوليا لهذه الإرادة، فبالتالي تمسكت بهذه القوى السياسية. الإرادة الدولية، المجتمع الدولي تمسكت. فبالتالي كان صعب جدا التغيير. الآن هناك احتضار سياسي، لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية، لا يمكن تسمية الكتلة الأكبر. إلى أين سنذهب؟ تأجيل ومن ثم تأجيل، ثم ماذا؟ يقول لك انتخابات مبكرة. لن تكون هناك انتخابات مبكرة، يعني الانتخابات الأولى كانت الأغلبية مقاطعة بشهادة المفوضية. أنا أتكلم بأرقام اللي تكلمت بها الدولة الرسمية العراقية. يعني الأنباء الرسمية والبيانات الرسمية أشارت على أن الأغلبية مقاطعة. طيب إذا ذهبنا بالانتخابات مبكرة، من شارك سوف يندم على المشاركة، لأنه وجد أنه هذا الانغلاق السياسي لا يمكن حله. هذا منطقي وطبيعي. هذا إضافة إلى ما حدث في الانتخابات بما يسمى المستقلين وغيرهم. كل هذا جعل الناخب العراقي يراجع نفسه 100%. نعم. إذن أيضا نشرك معنا الآن عبر سكايب من كوبنهاغن السيد عبد الله سلمان. هل جاهز معنا الآن كاتب والباحث السياسي؟ أو معنا الآن من اسطنبول السيد بهاء خليل الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك يا سيد بهاء. سيد بهاء مرحبا بك. اهلا وسهلا. تسمعني؟ نعم نعم. هل كان متوقعا يعني غير ما حصل قبل قليل في الخبر العاجل
بأن كان مثلا من الممكن أن تنجح هذه الكتل السياسية في الاتفاق وتحقيق النصاب الثلثين في مجلس النواب في بغداد لكي يسمى يعني رئيس جمهورية وتنتهي المشكلة؟ تحية لحضرتك والمشاهدين ولضيفك الكرام. ما حصل هو كان نوعا ما متوقعا، بعض الكتل السياسية حاولت أن يكون لها أكثر من موقف، يعني تكون في موقف مع الإطاريين وتكون موقف آخر مع التحالف القائد الوطن. هذا اللي ما جرى اليوم بصراحة أعطى صورة واضحة وحقيقية لأساس الفشل في العملية السياسية، لا وهو نظام المحاصصة. جميع الكتل التي حاولت تشكل الكتل الأكبر منحت بعض التنازلات وبعض الوعود للكتل الأخرى وبعض الامتيازات أيضا لبعض الكتل الأخرى الصغيرة وبعض المستقلين من أجل جمع العدد المطلوب من المقاعد لتمرير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. النظم البرلمانية في كل دول العالم تكون لديها، جميع الكتل يكون لديها برامج سياسية، ومن يتوافق برنامجه السياسي مع كتلة أخرى يتم التحالف معه، إلا في العراق يتم التحالف على أسس مكاسب سياسية ومكاسب مادية، وهذا هو السبب ما جرى في العراق من 2003 ولحد الآن، وهو السبب اللي أوصل البلد إلى هذا الوضع المأساوي من التخلف في كل مجالات الحياة. بصراحة لم يكن متوقعا أنه تكمل الجلسة، لأنه كثير من المعوقات ومن الشروط اللي وضعها بعض المستقلين ووضعتها بعض الكتل الصغيرة على التحالف الثلاثي للحضور إلى الجلسة. ومع ذلك التحالف الثلاثي نفسه هنالك بعض الأعضاء اللي تخلفوا عن الحضور حسب تصريح بعض النواب، اثنين منهم في الولايات المتحدة لم يتمكنوا من الوصول، بعض النواب أغلق تليفوناته، قطع الاتصال. يعني العملية بأكملها هي عملية مكاسب، أيهما سيمنح مكاسب للطرف الآخر أكثر سيجمع أكبر عدد من الأصوات، وهذه الطامة الكبرى التي امتلأ بها الشعب العراقي من 2003 ولحد الآن. نعم. أيضا معنا هاتفيا من كوبنهاجن إذا سيد عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك سيد عبد الله معنا. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام ومشاهديكم الأكارم. حياكم الله. كيف تصف وتعلق على ما حدث هذا اليوم من تأجيل هذه الجلسة وإخفاق مجلس النواب في أن يسمي رئيس الجمهورية بعدم اكتمال النصاب؟ الإشكالية ليست في الجلسة ولا في عدد اكمال النصاب أو غيره، وإن اكتمل النصاب وجاء برئيس، المشكلة في هشاشة العملية السياسية بالأساس. هذه العملية السياسية تقود البلد من أزمة إلى أزمة، ويمكن تسمية الأزمة الحالية هي أزمة الأزمة، لأنها هي المفرق الأخير ما بين الحياة وموت العملية السياسية. العملية السياسية انتهت برفض الشعب العراقي لها نهائيا. هم عاشوا فترة من الزمن على أساس الوعود الكاذبة والتغني بالطائفية أحيانا وغيرها، لكن انتهت بثورة تشرين. ثورة تشرين ألقت ظلالها على فشل العملية السياسية وأعلنت موتها النهائي. يعني فما بعد ثورة تشرين لا يمكن لهذه العملية أن تعيش، فلذلك هم يقودون نفسهم من فشل إلى فشل. فالانعكاس اللي حدث بفشلهم اليوم أو غدا سيستمر. هذا الفشل هو ملازم للعملية السياسية برمتها. فإذا وجود البرلمان اليوم إن اكتمل النصاب أو لم يكتمل فهي النتيجة سيئة للشعب العراقي، هو فشل العملية السياسية وانسداد أفق الحل لصالح الشعب العراقي. إذن أستاذ حسين، يعني هل تتفق مع ما قاله الضيفان قبل قليل سيد عبد الله سلمان وسيد بهاء خليل بأنه ليست المشكلة هي هذه الثغرة نقول القانونية بالثلث، ما يسمى الثلث المعطل الذي يبدو أنه نجح الإطار التنسيقي في استخدامه لمصلحته وبالفعل نجح في ذلك في تعطيل هذه الجلسة؟ هل تعتقد أن المشكلة كما تفضل سيد عبد الله سلمان هي العملية السياسية برمته؟
برمتها، إذا وما الحال يعني؟ بالتأكيد أنه العملية السياسية التي أوجدها المحتل عام 2003 هي منذ بدايتها كانت تؤدي إلى انسداد سياسي، لكن وصلت مراحلها الأخيرة وكما ذكرت لك هي تعيش حالة احتضار سياسي، لأنه بنفس الوقت ماذا لو اكتمل النصاب وانتخب الرئيس مثلا؟ الأطار التنسيقي قادر على إسقاط الحكومة. كيف؟ من خلال القوة المسلحة. نحن لا نتكلم مع مشاريع سياسية وقوة سياسية مهنية تحمل مشاريع وطنية أو أي حتى بس مشروع سياسي سواء قطري أو أي كان قومي أو أي كان. نحن نتعامل مع قوة مسلحة ولا أهل الأحزاب وليس للدولة، فبالتالي حتى لو مر الرئيس الجمهورية سوف يقوم الإطار بتحريك ميليشياته في بغداد وفي المدن، وقد هدد قبل يومين مدينة الأنبار وغيرها. صحيح. فبالتالي لن تمر هذه الحكومة وسوف تسقط أيضا. هذا أنا أسميها حكومة العام الواحد، هذا إذا استمرت أقصى حد. هذا لو مرر رئيس الجمهورية سوف تسقط الحكومة، لأن الأطار لديه القدرة على إسقاطها ليس من خلال مشروع سياسي وطني، وإنما من خلال استخدام القوة المخالفة للقانون الخارجة عن القانون اللي هي الميليشيات وغيرها. لهذا السبب نقول هو أنه هذا احتضار سياسي لا يمكن، يعني سواء مررت أو لم تمرر بالتالي العراق يعيش حالة اختناق سياسي، يعني لا يمكن الاستمرار بهذه الكتل السياسية، وهذا الأصل. لا يمكن استمرار العراق إدارة الدولة العراقية بهذه الأحزاب السياسية إلى ما لا نهاية، يعني أو حتى إلى أي فترة كانت. هذا هو الواقع، لابد أن يقتنع المجتمع الدولي، لابد أن يقتنع. لكن احنا كدول عربية وعالم ثالث التغيير لابد من هناك إرادة دولية، مجتمع دولي. التأكيد. هذا الأصل. هناك قناعة أصبحت لدى الشارع العراقي أن هذه الكتل السياسية غير قادرة على إدارة الدولة، وهناك أزمات دولية قادمة. العراق كموقع استراتيجي مهم جدا في المنطقة لابد أن تكون له قيادة وطنية مهمة تستطيع أن تضبط الساحة العراقية كاملة وتتفاعل مع الأحداث الدولية. هذا كله أمام هذه القوة هي غير ممكن، هو الذي يرشي نائب. ولكن لماذا تأخرت هذه الفكرة التي ذكرها؟ هل هي المقصودة للفوضى؟ الشعب العراقي قال كلمته من 2003 وإلى الآن. هو رافضا لها، لا أقصد بدليل أنه لا يوجد انتخابات كانت فيها الأغلبية مشاركة. هذا يعني من 2005 اللي قاطعها المكون السني، ب 2010 عندما فازت احد الكتل لم يسمح لها بتشكيل حكومه، وجميع الانتخابات المفوضيه تقول ان المشاركه هي الاقليه. شاركت. فالشعب العراقي قال كلمته، لكن نفس المجتمع الدولي والذي هو اوجد من هذا النظام، فبالتالي لابد انه ياخذ الفرص ويماطل حسب مصلحته. صحيح. يعني المجتمع الدولي يغير حسب مصالحه. اقتضت المصلحه الوطنيه والمصلحه الدوليه عموما ان العراق تستمر بها، يحدث فيه تغييرا. لانه ما موجود غير ممكن الاستمرار، غير يعني ممكن الحياه. وصلت الفوضى الان الى ذروتها. يعني انت تتصور عندما يكون نائب مرتشي والاخر يرشي نائب، هو هذا النائب يعني اللي هو الجهه التشريعيه والرقابيه على الدوله العراقيه. عندما يكون هو مرتشي فبالتالي يعني هذا منتهي، يعني هذا نظام سياسي قد افل انتهى يعني. نعم. إذن سيد با خليل ضيفنا أيضا عبر أسكاب من اسطنبول، يعني الآن بحسب رأيك سيد بهاء، ما خيارات الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد إخفاق المرشحة في الحصول على هذه التسمية؟ هل تعتقد أنه يعني ربما سيغير خياراته في المستقبل؟ ما الذي عليه أن يفعل الآن؟ في الحقيقة هي المشكلة ليس في شخصية سيد ربيعه أو في التحالف الكردستاني، هي المشكلة تكمن في تخوف الإطار التنسيقي من المحاسبة القانونية وانفراد ما اسماهم بالشيعة والكرد والسنة بتشكيل الحكومة. تشكيل الحكومة يمثل خطرا حقيقيا على الأمن الإيراني، الأمن القومي الإيراني كما قالت إيران، وهذا لا يرضي جماعة الإطار التنسيقي بكل الأحوال اعتبارهم يدينون بالولاء إلى إيران. هنا تكمن المشكلة. مثل ما تفضل الأخ ضيفي الكريم أستاذ حسين قال أنه التوافقات السياسية هذه مهمة جدا، لأنه هذه الكتل تخاف من المحاسبة القانونية، تحاول فرض الإرادة الإيرانية على القرار العراقي واستمرار سيطرة الإرادة الإيرانية على القرار العراقي، وبالتالي هي بكل الأحوال تعمل جاهدة من أجل إفشال هذا التحالف، وبالتالي
المشكلة ليست في الحزب الديمقراطي الكردستاني وبمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، المشكلة الآن تكمن في عملية إكمال النصاب. حتى إكمال النصاب هذا لن يؤدي إلى استقرار الأوضاع وتشكيل الحكومة، لأنه يعني مثل ما تفضل ضيفك الكريم أستاذ حسين، لأنه هذه الميليشيات ستسعى إلى تهديد الوضع الأمني في الداخل العراقي وبالتالي إفشال الحكومة بكل الأحوال. الآن البلد بحاجة إلى حكومة كائنا من كان، يجب أن يكون هناك حكومة. التحديات الدولية الآن اللي موجودة والداخلية تفرض على الكتل السياسية أن يتم إنشاء حكومة أو أن تخرج هذه العملية السياسية بحكومة بصورة مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه الآن. عندك الاقتصاد منهار، عندك أزمة غذائية قادمة، عندك ممكن حرب الأوكرانية ممكن تؤثر على الشرق الأوسط. بكل الأحوال الوضع الإقليمي، تهديد دول الخليج، يوم أمس شاهدنا مثلا ما صار في المملكة العربية السعودية من قصف من جماعة الحوثي ممكن أن يتطور. يعني كل هذه تفرض على هذه الكتل السياسية أنه تشكل حكومة في أسرع وقت. لكن اللي يصير الآن أنه هذه الكتل لا يهمها تشكيل الحكومة، لا يهمها مستقبل العراق، كل ما يهمها الآن هو أنه يبقى القرار بيد، القرار العراقي يبقى بيد إيران، وتبقى إيران هي صاحب الكلمة الأعلى في العراق. هذا الموقف الآن. يعني حتى وإن جاء التحالف الكردستاني بمرشح لن يرضي الإطاريين. بعض التنازلات ممكن أن يقدموها للإطاريين، التحالف الوطني ينطي بعض التنازلات للإطاريين بما يضمن مثلا عدم المحاسبة، عدم فتح ملفات الفساد اللي تتعلق بفترة رئاسة المالكي وغيرها، ملف سقوط الموصل، هاي الملفات اللي هم متخوفين من فتح هذه الملفات بعد أن تتشكل حكومة بقيادة هذا التحالف الثلاثي اللي هو 180 نائب. هذا التحالف حقيقة يشكل خطر على الإطار التنسيقي، لأنه قادر على إصدار قرارات في مجلس النواب من شأنها أن تطيح بكل رؤوس الفساد الكبيرة في العراق. لكن سيعمل جاهدا على خلخلة الوضع الأمني، يعمل كل شيء ممكن، كل شيء ممكن ومتوقع منه كل شيء. ومثل ما قال زميلي، هددوا الأنبار قبل يومين وكأنما المشكلة متعلقة في الأنبار. دائما احنا نقول عليه يعني الحائط المصيص بقوسين بالدرجة العراقية، دائما هم يتجاوزون على المدن ذات المكون الأضعف حاليا اللي هو المكون السني للأسف. من هنا من كوبنهاغن ضيفنا أيضا عبر الهاتف سيد عبد الله سلمان، كاتب والباحث السياسي. يعني كما تفضل قبل قليل سيد بهاء، يبدو أن هذه الحيل، إنجاز التعبير، الحيل الدستورية التي عمدت إليها إيران، يعني من الكتلة الكبرى إلى ثلث المعطل الذي تحدثنا عنه، يبدو أنه سيكون المسمار الأخير في نعش هذه العملية السياسية الطائفية وما تشهده الآن من صراعات فيما بينها. العملية السياسية بشخوصها وكتلها هي عملية فاشلة، ونلاحظ احنا دائما هم يختاروا أسوأ ما لديهم لتبوأ المسؤولية، هذا دليل فشلهم، وغير قادرين على اقتباس او تبني تجارب ناجحة من الدول الاخرى، فلذلك هم يسرعون الى التجارب الفاشلة اللي موجودة مثل في لبنان. هو في المعطل فقط موجود في لبنان، وهو بدعة إيرانية للهيمنة على القرار السياسي في لبنان والعراق. بالتالي هي يعني تجربة فاشلة لم تنجح، لا العملية السياسية ولا حتى الثلث المعطل راح ينجح بتحقيق شيء لصالح الشعب العراقي. الإيران تجد هذا الثلث المعطل هو نتيجة فشلها وعدم قبول الشعب العراقي إلها، فلذلك هي تضع مسمار لإعاقة أي تطور لصالح الشعب العراقي. فالمشكلة الأساسية في العملية السياسية برمتها، والثلث المعطل هو ليس فقط يعني مسمار أخير في نعش العملية السياسية، ولكن هو مسمار أخير في مستقبل إيران الاستراتيجي بالعراق. إيران لا يهمها اليوم
مصالح هذا الحزب وهذه الكتلة أو الإطار أو غيره، هي ما خلقتهم حتى يصيروا سياسيين بالعراق أو يتبوؤوا مناصب أو يحصلوا على أموال، هي خلقتهم ودربتهم لمصالحها الخاصة الاستراتيجية، فعليهم هم تأمين هذا. فوجدوا الإطار، وجدوا الإطار الثلث المعطل كتجربة فاشلة لبنانية أدخلوها للعراق لأنهم غير قادرين على الإبداع في العمل السياسي لصالح الشعب العراقي. ومثل ما تفضلوا ضيوفك أنه لا يوجد في برنامجهم يعني مصلحة الشعب العراقي، حتى هذا الكتلة اللي موجودة الآن تريد تسمي رئيس الجمهورية لم تكن بأهدافها وطنية ولا تكن ناقشت الوضع الوطني، وكل الشعارات اللي يرفعوها كاذبة وغير صحيحة. يعني مسألة الفساد موجود في كل الكتل السياسية دون استثناء، دون أن تستثني فردا أو جماعة من العملية السياسية، فلا يستطيعون الفساد، محاربة الفساد، لأنهم فاسدين بالأساس. فكيف فاسد يجي يحاسب فاسد؟ بأي حجة يحاسبه؟ يعني يحاسبه يقول له سرقت أموالنا، فأنت أيضا الطرف الآخر سرقت السيادة، أنتم كلكم تخرقون السيادة. فالعملية الثلث المعطل وغيرها هي كلها بدع، محاولة لإعطاء زخم أو أكسجين جديد لهذه العملية بالحقيقة التي انتهت برفض الشعب العراقي من خلال ثورة تشرين. ثورة تشرين أعلنت تماما موت العملية السياسية، فلا ينفعها لا ثلث معطل ولا انتخاب رئيس ولا هم يحسنون. فما عليهم إلا أن يسلموا أمرهم إلى الشعب العراقي ويتركون العملية السياسية ويرجعوا أموال الشعب العراقي، وبعملية ثورية حقيقية وصحيحة، وهو حكومة إنقاذ وطني تعطل كل ما جاء. هذه العملية واليوم والانتخابات اللي صار والبرلمان اليوم هو سبب الدستور الفاشل، لم يحقق أي شيء. وهم أيضا يقرون إنه أنت يقرون إنه الدستور فاشل لأنه مصالحهم اصطدمت بعدم تطبيقه، لأنهم يطبقوه حسب أهوائهم وحسب أمزجتهم وحسب مصالحهم. فهذه هي مشكلة الثلث المعطل، والحقيقة هم كلهم جميعهم هم معطلين لحياة الشعب العراقي. إذن أستاذ حسين، هل تتفق مع ما تفضل به السيد عبد الله سلمان بأنه الحل الأنجع سيكون بتفعيل هذا الحراك الشعبي الثوري في ثورة تشرين وحكومة إنقاذ وطني، ولكن تفعيل هذا الحراك الثوري بثورة تشرين كما تفضلت ألا يتطلب دعما دوليا، دعم المجتمع الدولي؟ فكيف يمكن أن ينجح مثلا؟ بالتأكيد لابد من الدعم الدولي، لأن العراق يعني الشعب العراقي هو جاهز للتغيير، يتقبل التغيير، يسعى للتغيير، وليس يتقبل، هو ساعي للتغيير، وقد سعى ودفع يعني ثمن هذا السعي للتغيير آلاف الشهداء. فبالتالي هو بيئة جاهزة للتغيير. المجتمع الدولي عليه أن يساند الشعب العراقي في عملية التغيير حتى تمضي بسلاسة وبأقل خسائر. أما موجود هذه الكتل مع تمسك المجتمع الدولي به، فبالتالي الانسداد ليس في العمل السياسي بل الانسداد في كل مؤسسات الدولة سوف نعاني. كل مؤسسات سوف نعاني من الانسداد، لأنه المحاصصة نزلت إلى حتى بواب الوزارة، وليس موظف بسيط كانت في البداية على مستوى الوزارة ثم وظائف خاصة ثم مدراء عامين، الآن مدراء فروع وموظفين. كل هذا هي المحاصرة نزلت إلى بواب. صحيح. فبالتالي الانسداد يصل إلى كل مؤسسات الدولة وتقف الحياة، وهذا لا يمكن. أهمية العراق في الوضع الإقليمي والدولي اللي موجود لا يمكن أن تتوقف فيه الحياة، إضافة للمشاكل الداخلية الاقتصادية السياسية. فلا بد من حكومة إنقاذ للشعب العراقي، ومن ثم تؤسس لمرحلة جديدة، مرحلة سياسية جديدة آنذاك يعني يشرع بها الشعب العراقي، تقبل جميع أطراف الشعب العراقي، لا تقصي أحدا، لا تعتمد على الطائفية والحزبية في تعيين مؤسسات الدولة، تعتمد على الكفاءة والمواطنة، هذا هو الحل. لكن نبقى نقول هو الشطر الثاني من الحل هو المجتمع الدولي، لابد أن يساهم مع الشعب العراقي. صحيح. وإلا كيف سوف تستمر؟ طيب اليوم الإطار، تلاحظ الإطار التنسيقي انتقل من أغلبية إلى أقلية. احنا لما نتكلم ثلث معطل، ماذا يعني ثلث معطل؟ معنى أقلية استطاعت أن تعطل الأغلبية. هذا الأطار هو في تراجع واضح جدا. الأطار التنسيق انتقل من أغلبية سياسية إلى أقلية، إلى يعني ثلث معطل. طيب
الثلث المعطل إلى متى يستمر؟ وإذا كان الأغلبية السياسية اللي موجودة هي أيضا سوف تتحول إلى ثلث معطل، يعني لو أعيدت الانتخابات. نفسه أيضا التيار الصدري والسنة والحزب الديمقراطي سيكونون أكبر ثلث معطل. إذا الحياة لا يمكن أن تستمر، حياة سياسية وقفت بالعراق، فلا بد من حكومة، حكومة إنقاذ وطني تنقذ الشعب العراقي. وإلا ما ممكن أبدا، يعني هو جمع وسوى صار أقلية صار ثلث معطل. طيب والحال وإذا ارتفع السقف صار والنصف الآخر سوف يعمل ثلث معطل. إذا بالعراق لا يمكن أن تستمر هذه الحياة، تعيد انتخابات والشعب من البداية يقاطعها الأغلبية. ماذا لو تعيدها؟ لن يشترك بها سوى بعض جمهور الأحزاب. صح. فالحل لا يمكن، المجتمع الدولي يراقب ما يجري في العراق، يراقب كل زين ما يجري في العراق. إيران عليها أن تدرك أنها فقدت حاضنتها ونفوذها في العراق. ما يعني قبل أيام صرح أحمدي نجات بأن عملاء إيران هم السبب في بغض الشعب العراقي بما فيه المكون الشيعي لإيران. هذا تصريح رئيس جمهورية سيدي، لا تصريح إعلامي ولا صحفي ولا كل شيء. يقول بأن عملائنا في العراق وسياستنا من خلال الحرس الثوري في العراق جعلت الشعب العراقي وخاصة الشيعة يبغضون الشعب الإيراني عموما والحكومة الإيرانية. يعني هذا أيضا يدينه هو المسؤول طبعاً. ما هو هو يتكلم عن إيران أنه إيران لم تتعامل كدولة جارة لها مصالح مع العراق، تعاملت مع أنه العراق تابع لها وفرضت نفوذها بالقوة على من يتفق وعلى من لم يتفق معها، فبالتالي هذا أمر غير ممكن. صحيح. هذا الأمر لا يمكن أن يستقيم في العراق. إذن من هنا أستاذ بها خليل، يعني كيف الحل برأيك بتفعيل دور المجتمع الدولي في دعم ما يحدث في العراق، دعم الشعب العراقي للخلاص من هذه العملية السياسية التي أتى بها كما تعلم الاحتلال الأمريكي وحكوماته المتعاقبة؟ فكيف السبيل إلى الخلاص من هذه الفوضى السياسية والتناحر السياسي و الصراع حتى الميليشياوي الحاصل داخل العراق؟ الحقيقة المجتمع الدولي غض البصر كثير عن ما جرى في العراق من 2003 ولحد الآن، ولديه قناعة كاملة بأنه الطبقة السياسية اللي موجودة في العراق هي ليست طبقة لقيادة في العراق وإنما طبقة لتنفيذ أجندات الدول المجاورة بغض النظر عن تسمياتهم. كل السياسيين اللي موجودين الآن هم لا يمثلون لا إرادة الشعب العراقي ولا يمثلون إرادة الناخب العراقي، والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي يعلم تماماً ما يحصل على الأرض في العراق. تقاعس المجتمع الدولي للتدخل في العراق هو يعبر عن مدى حرص المجتمع الدولي على بقاء العراق على ما هو عليه بهذا التشتت والضياع، لأنه نهضة العراق تسبب كثير من المشاكل لبعض المشاريع الدول الإقليمية والدول العظمى في المنطقة. هم لا يريدون العراق أن يكون قويا، هم يريدون العراق أن يبقى بلد مشتت منقسم جائع في كل الأحوال مريض، كل شيء يريدون إلا أن يكون العراق دولة قوية. الآن الخلاص الوحيد لما يجري هو الحراك الشعبي، والحراك الشعبي في الحقيقة صح أنه يحتاج إلى دعم دولي، لكن في نفس الوقت هنالك بعض الأوراق الضاغطة التي يمكن أن يستخدمها الحراك الشعبي لتحريك المجتمع الدولي نحو القضية العراقية لإيجاد حل طيلة هاي العشرين عام اللي مضت من احتلال العراق وحتى الآن. بعض هذه الأوراق تكمن في محاصرة القوة السياسية بطريقة تمنعها من تلبية كل متطلبات يعني الدول العظمى أو المجتمع الدولي، وبالتالي سيكون هنالك رد فعل دولي باتجاه العراق، خصوصا موضوع المشتقات النفطية أو تصدير النفط العراقي. بإمكان أنه المحتجين يوقفون تصدير النفط العراقي من خلال احتجاجاتهم أمام المنشآت النفطية مثلا، هو مجرد إجراء لجذب انتباه العالم لما يجري في العراق، كما حصل في القضية الأوكرانية. في أوكرانيا تم تجييش الرأي العام العالمي بأكمل حول القضية الأوكرانية، مع العلم أنه جرى في العراق ما جرى في أوكرانيا، ولم نشهد هذا التفاعل الدولي والعقوبات الكبيرة اللي صارت
على 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 امريكا لانه احتلت العراق ودمرت العراق وشردت شعب العراق، وما شفنا هذا من باقي الدول. الشعب العراقي يحتاج ان يقول كلمته بشكل اكبر اذا كانت المقاطعه او المشاركه في الانتخابات وصلت في الانتخابات الاخيره الى 40% حسب ما قالت المفوضيه. فالمفروض المشاركه في الانتخابات الجديده لو اريد لها ان تكون هناك انتخابات جديده يجب ان تكون المشاركه صفر. يجب ان يعلم العالم باكمله بان الشعب العراقي مستمر برفض الطبقه السياسيه بكل مخرجاتها، بعمليه سياسيه بكل مخرجاتها، ويجب عليهم ان يجدوا حلا ويرفعوا دعمهم عن هذه الطبقه السياسيه ليتمكن الشعب العراقي من استعاده بلده ومقدراته وقراره. طيب. من هذه الطبقه السياسيه. من هنا من كوبنهاجن سيد عبد الله سلمان، يعني كما استمعت، كيف يمكن إذن التعويل على الحراك الشعبي في ثورة تشرين، مع أن كما تعلم يعني هذه الأحزاب حاولت وتحاول خنق هذا الحراك الشعبي وإصدار أحكام ضد المتظاهرين، ويعني أحكام متعددة، سجن واعتقالات وتضييق، فكيف يمكن تفعيل هذا الحراك الثوري في ثورة تشرين ليأخذ دوره الآن الفعال؟ ثورة تشرين حددت أهدافها في إسقاط العملية السياسية وإقامة نظام مواطنة. هذا النظام المواطنة بالتأكيد لا يناسب أي طرف من أطراف العملية السياسية ولا أيضا القوى الدولية التي أقامت هذا النظام الفوضوي لخلق استراتيجية فوضى في المنطقة. فأما الشعب العراقي وقيادة يعني ثورة تشرين، فكلما اتسعت الأزمة السياسية في العراق كلما اتسعت قوة شوكة الثورة وعناصرها وبديهيات الثورة تتوسع أكثر، وبالتالي فالشعب العراقي ينضم أكثر إلى الثورة، وكل قطاعات الشعب العراقي ستكون جزءا من الثورة، وهذا هو المعول عليه، لأن الأطراف التي تقود الثورة الآن هي أطراف شبابية وذات قناعة سياسية بأنه الوضع السياسي بالعراق مسدود الأفق ولا يوجد حل لأزمة الشعب العراقي، لكن كثير من الشرائع الاجتماعية واقفة على تتفرج على الحراك، ولكن عندما تتضرر هذه الشرائح منها الموظفين والمتقاعدين واتساع رقعة البطالة، هذه أفواج ستنضم إلى الثورة، عند ذلك ستسقط الحكومة. عندما تسقط الحكومة لا ينفعها لا ميليشيات ولا تنفعها رصاصات ولا تنفعها، وبعدين هم ذول أطراف العملية السياسية عندما يرون أنه العملية آيلة للسقوط، وإحنا جربناهم في كثير من الأزمات اللي مروا فيها، عندما دخلوا الشباب إلى البرلمان 90% من البرلمانيين وعوائلهم هربوا أموالهم، وقادة الميليشيات هربت. أما يعني الثورة قادمة، والشعب العراقي حتما يتمكن من السيطرة والهيمنة على الوضع، لأنه العملية السياسية يعني كتبت خلاصتها أنها انتهت وغير قادرة على الاستمرار بالحياة لا مع الشعب العراقي ولا مع نفسها، ونرى التصدع حتى وصل إليهم، انشقوا في الأكراد، انشقوا الشيعة، انشقوا السنة، انشقوا كل هذه العمليات السياسية غير قادرة على البقاء. فالبقاء هو فقط للشعب العراقي وقواه الثورية الموجودة بالحقيقة، يعني يعول أيضا على وحدة الصف المعارض. هذه وحدة الصف المعارض بالحقيقة يعني تعاني من أزمة كبيرة، كل ما توحد الصف المعارض كل ما تقدم الشعب العراقي نحو الخلاص بأسرع وقت. صحيح. وقوة الثورة أيضا في تشرين أن تحتاج أيضا إلى تصفية عناصرها أكثر، ونحن يعني نقول أنه وجود بعض العناصر ذهبت إلى العملية السياسية هو ورق أوراق صفراء سقطت من ثورة تشرين. لا. فقوى عودها أكثر اليوم، ثوار تشرين يعرفون من هو المخلص إلى الثورة ومن هو الذي يريد أن يستفيد ويتسلق ويصل إلى البرلمان ويحصل على الملايين وغيرها. هذه الثورة
ستنتصر حتما بالاستمرارية واتساع رقعة المتضررين من الشعب العراقي، وهي قادمة حتما، وأن الثوار دائما هم الذين يحققون النصر للشعب العراقي، وإن التضحيات ستكون أكيد يعني كبيرة للشعب العراقي، لكنها ليست أكثر مما من استمرار العملية السياسية ونتائجها المؤلمة على الشعب العراقي. شكرا جزيلا لك يا سيد عبد الله سلمان. سيد حسين، يعني هنا نقتبس من حديث مستشار الكاظمي مشرق عباس مستشار السياسي، قال لنا الدستور يعاني أمراضا مزمنة ويجب أن تكون هناك يعني مراجعة عميقة للدستور، ألا وكذلك فشل هذه العملية السياسية باعترافهم؟ هو الفشل يعني لا خلاف عليه، لكن ماذا يقصد بأنه الدستور اليوم يعني يعاني من أزمة؟ نعم، ما يتكلم به أو ما يقصده هو غير ما يقصده الشعب العراقي. هم يريدون الدستور أن يشرعن للميليشيات، هم يريدون الدستور أن يشرعن للفساد ويشرعن لهم في بقاء العملية السياسية وديمومتها. أما الشعب العراقي يتكلم عن الدستور عن 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 قضايا دستورية جعلت يعني مثلا قضية الكتلة الأكبر لم يفسرها الدستور. هذا واحد، العراق من دولة موحدة إلى دولة فدرالية ومن ثم إلى كونفدرالية، هذا ما اعترض عليه الشعب العراقي. تأسيس الميليشيات هم يريدون يشرعنوها، فليس كل من ينكر أو يعترض على الدستور هو يقصد ما يقصده المصلحة التي تقتضيه المصلحة العامة. هؤلاء يتكلمون عن مصالحهم التي اصطدمت مع الدستور بعد 19 عام، فيريدون أن يصيغوا دستورا جديدا حسب مصالحهم، هكذا يقصدون. نعم، إذن هناك اتفاق كامل بمعارضة وموالاة حكومة وشعب على أن الدستور لا يصلح، لكن ليس هم من يكتب الدستور ولا هم من يعدل الدستور، لأنه عندما كتبوا الدستور واعترض الشعب العراقي زوروا التصويت، واحد. ثانيا اتهموا من اعترض على الدستور، اتهمون بالخيانة. طيب متهمتون بالخيانة، هل الآن هم وطنيين؟ جواب لا، هم ما عندهم ما يقبلون بأي واحد وطني غير. إذن القضية هؤلاء لا يمكن أن يقوموا هم بإصلاح الدستور وكتابة دستور جديد، القوى الثورية هي من تكتب دستور العراق. التغيير القادم هو الذي يكتب الدستور وليس هؤلاء. هؤلاء سوف بعض الفقرات الدستور اصطدمت مع مصالحهم يريدون إزالتها، ومن بعض الحريات يعني اللي موجودة كنصوص دستورية من قضية التجمع وتعدد صحف وتعدد إعلام وتعدد حزبية، هذه كلها تريد يشيلوها كليتها لأن ما تخدم مصالحهم. هو هذا القصد، فهناك فرق. إذا كيف نفرق بين هذا وذاك؟ المصلحة العامة، هو لا يتكلم عن المصلحة عامة. نعم، إذا في الدقيقة الأخيرة أيضا سيد بها خليل، أخيرا، إلى أي مدى تعتقد أن الكاظمي يعني استفاد من هذه الفوضى السياسية والصراعات السياسية بترسيخ وجوده، وأنه يعني اتكأ على أنه قد جاء من رحم ثورة تشرين؟ الحقيقة الكاظمي هو يقوم بدوره حاليا كحكومة تصريف أعمال لا أكثر. الأيام القادمة ممكن أنه استمرار هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال، ويمكن حتى اختياره هو نفسه كرئيس لحكومة الإنقاذ الوطني، وبالتالي سيستمر الحركات اللي يقوم بها السيد الكاظمي، خصوصا اللي صارت يوم أمس باجتماع القمة في الأردن الجمعة الإمارات وقطر والعفو الإمارات ومصر والأردن، يقرأ بأنه السيد الكاظمي سيكون له دور في العملية السياسية مستقبلا، لأنه اجتماع رئيس وزراء منتهي الصلاحية بقادة الدول بهذه الطريقة يعني يوحي للمتابع بأنه الكاظمي سيكون له دور، وإن يكون دورا غير معلن في العملية السياسية القادمة، ويكون له تأثير في العملية السياسية القادمة. هذا ما يقرأ على موقف الكاظمي. أما بالنسبة لموضوع اللي هو مستفيد من الصراعات اللي موجودة، لا أظن ذلك أنه الكاظمي مستفيد من هذه الصراعات، لأنه هو يعلم جيدا وكل الفرقاء السياسيين يعلمون بأن وجود الكاظمي كان توافقيا، والكاظمي حتى وإن ادعى بأنه من خرج من رحم تشرين، جميع المتابعين للشأن السياسي والكل السياسيين في العراق يعلمون بأنه هو جاء بصفقة توافقية، وبالتالي استمراره ولا بقائه لن يزيد ولا ينقص على العملية السياسية. شكرا جزيلا لك أيضا سيد بها خليل، الكاتب والباحث السياسي عبر سكايب من اسطنبول.
حياكم الله. شكرا لك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. شكرا لك. أيضا نشكر السيد من كوبنهاجن السيد الباحث والكاتب السياسي عبد الله سلمان، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.